الشافعي ما تعلمنا فقه الحديث لولا الإمام الشافعي فقه الحديث إش كفهم سي واس كتبرتي صابوني أسسيرو علم إيو دردارا موصية إذا نختمرو نقوى تلاميذ ذاكي من بي عليك بالزهد لازم الزهدي وزهد نيو نموت كذا قراش الدنيا قلبياك كوي متعلق آخرة من بي عليك بالزهد فالزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد من بي الزهد كأموت نختمي كيرو بموت أو زاهد الزهد ككاك نصورة نشوب هم لبسا كل كو منام كي أجينا كو لبسوا كما ذهبوا جساي هم دي مذهبوا آيو نموت زاهد كي لبسي زصفة إيه الزهد زايد دي هو ناكو لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك السلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن العبد لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ويقول سبحانه وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الحمد لله من أولا اشتمهتش مجيت سبحانه وتعالى شكما غنزوسي كركبيت من بيوت الله سبحانه وتعالى شكما غنزوسي كركمنبع العلوم مهلا وبرقته علم يشرع إسلام صباحا ومساء بس كمناسبة يمسك آية ميزي 29 رجب شبينزري اختبروك سيرة يا أئمة الهدى ومصابيح الدجا شبينزري اختبروك نبذة تهابة أما تاريخ تهابة يا قدوة صالحة طيبة لعموم الأمة ما دام تاريخ كنائية 29 رجب آخر يا رجب قريلو كركا رحمة زمنه سبحانه وتعالى نئمة الهدى إمام ييتو إمام المذاهب إمام الشافعي بس شبينزير ركواسي شنختبروكا سيرة شهبة يا إمام ييتو مكول غيو بس كركا لقائي ييتو اشتخقو ذيرا سيرة شهبة يا إمام ييتو مكول مناقب ياكي فضيلة زاكي مآثر يعني كودي وبوكيلا مشيخي طرف يا صفة زاكينا فضيلة زي اشتقوا ذلك من أولا بوكيلا تلميذ ياكي الذكي النجيب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل بوكيلا ناي نموي كركا ما إمام ون يا مذاهب
احمد ابن حنبل نني تلميذي يا امام الشافعي بوكلاي نخودرو فضيله ذا شيخيه ذا امام ويت امام الشافعي هذه كان كالشمس للدنيا وكالعافيه للناس تميت المام ازنبيري نمفرنشا امام الشافعي رضي الله عنه هذه واركو نكن ايوا يا دنيا اي جس ايوا يعني انه منفعني انك دنياني ناي امام الشافعي لم نئلو وكالعافيه للناس واركو نكن عافيه كبنا ادم جسم ادم تاج عافيه هميرو نشيتو كوستاكا كاكي نا امام الشافعي ناي لم نئلو فانظر هل ترى لهذين من عوض احمد ابن حنبل فنانيش زي امامويتو شافعي كازنتو ازي زيبيري نواجه الشبه يا ام فنانيش ريزو نينيو نياين كوهادو هل ترى لهذين من عوض رانغالا ازي مبيري زناو سبادلي غيرو ايوا تشادور ايوا توزلا هيكو تشيري تكنو بوستو ايوا هاشان هيكو afia muntu chuai to ze afia ko iko chintu hingiro badilie shoko ani aksie tu hingiro ni maradi mahine kwa afia ina ubadili hingiro thayiko bas mfananishizi imam shafi inani lamna ilo ka wakti we sakwana muntu mithari yake bilkuli ya innahu faqihul milla wa nasiru sunna wa sayyidu ahli zamanihi bas imam shafi'i wa aliko nasiru sunna gilila ndiye gargarilo sunna اما احاديث زمتم ميت محمد صلى الله عليه وسلم نا هو سيد اهل زمانه كرك اهل زماني زاكي زاي واركو سيد اهل زماني ني واركو الذي حاز المراتب العليه وفاز بالمناقب الساميه نوجنا كويتو مراتب اما درجه زائر ايرو بس واركو امامنا الشافعي العالم بالقران وعلومه والكو عالم كعلم القران تفسيري وعلومه نعلوم القران عالم كبسواركو العالم بالحديث واصوله نهو الكو عالم كعلم الحديث واصول الحديث العالم بالفقه وقواعده والكو عالم كبس كعلم الفقه نقواعد الفقه العالم باللغه والادب والشعر وفرائده والعالم كبس طرف علم يا لغه يا ادب العالم بالانساب علم ينسب شيء وامامنا الشافعي بل العالم بالطب في زمانه بل وارك عالم كعلم الطب حق تشمكم غرك زمان زي اضافه الى ذلك نفوارك العابد الزاهد التقي النقي والعابد الزاهد وارك إنه في لوى محمد ابن إدريس الشافعي بس إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى زازل ماكا ومئة وخمسين هجرية هجرية ياسيسة كم 1443 وقت إمامنا الشافعي زازل إواركو 150 إواركو زازل كركمويه في لوى غزة على اصح الاقوال الى اقوال صحيحه ما نزك اقوال نيغي لكن اصح الاقوال كوايزا زلمو يوفلو غزا بس امامنا الشافعي واختياي كوميرو ميكاميري ماماي متكيره ناي ماماي ويكو فقيه ويكو عالم ويكو حكيم ويكو بس بعدا واوي كوفا واوي فيري ما نتشهبا ماماي متكيره مبلشه كركامكا زادها الله تشريفا وتعظيما بس امامنا الشافعي كوريله كرك ظلال الكعبه هين يحوسي كعبه كرك ربوع بيت الله الحرام كرك زواندا زنوم بمجيت ان حرمه كوريله امامنا الشافعي كرك مياك ياك يا كان را ايمان تشهبا كوريله كرك حرم المكي كوريله بس دفعت ام الشافعي الى شيخ من شيوخ الحرم المكي ماما يمتكيري مبرشيري كركشيخي يا حرم المكي وقت اوالكو يمتكيري مانا امام الشافعي مبرشيري ابوك الشيخي اويو اللي يحفظه القرآن الكريم كالأجل هايكم حافظيشا قرآني اكرمي لا يعني كواني مالي مواكي وقرآني اني امام اوندي والكو بس فحفظ الشافعي القرآن كله امامنا الشافعي حفظي لقرآن زمي
في السابعة من عمره هي أم مياكا سبا هي أم مياكا سبا رضي الله عنه قرآن زماي مريز هي نحفظي مريز رضي الله عنه ثم بعد ذلك حافظك مياكا سبا انتقل قريل بعد ذلك إلى طلب العلم الشرعي كبرت علم يشرع على يد أول أستاذ له وهو شيخ الحرم المكي الإمام العالم مسلم ابن خالد الزنجي أول يا شيخ يا إمامنا الشافعي والكو إن شيخ الحرم المكي إن شيخ يا حرم يا مكة وقت أو والكو ندي والكو إنه في لوا مسلم ابن خالد الزنجي ندي أول يا شيخ يا إمامنا الشافعي من زيزو شيخ ندي رحمه الله تعالى بس حفظي إمامنا الشافعي شو في لوا شموطأ ش إمام مالك نيتيو حديثي نيتيو شكولو حفظي إمامنا الشافعي في تسع ليال كسكو كين رباس كسكو كين را حفظي تشو تشموطا نيتو كونيشا حفظ ياك ذكاء ياك يا مجيت يا ام بيرو بعد يابو سفيري له بوشير مدينة كإمام مالك بوشير رضي الله عنه فلما كلمه وقت إمام مالك نأخذنا إمام الشافعي أعجب الإمام مالك بذكائه إمام مالك نكو ياوتا ما نتحبى لوغو زمجيتم بيرو وفصاحته وفصاحة واكي ولغته وبيانه وإعرابه زدت نكو ياوتا وفصاحة واكي نعي ما نتحبى إمام مالك نكو ياوتا كبسة بس فلازمه إمام الشافعي ملزمين الشيخية إمام مالك نعين كرك إمام يا مذاهب من ملزمين سمير كاك شو شاي الفيرو شاي حفيدو ترنغو يشهبا شو شموطا مسمير لإلوك يوكا كامو شيخيم كسيز نحو تريت كاك علم ذا حديث زينين عن الإمام مالك تتوكاك كشيخي كركمو ومدينة وأخذ عنه الفقه علم الفقه برتكاك فتاوي الصحابة مسائل إذا مصحابة زاو افتيرو سمير كشيخي إمام مالك وعمل أهل المدينة عمل أهل المدينة ويكون مرجع يشرد لوات وتشين فيكون نصي يشرد عمل أهل المدينة ويكون تشين يشتمك لوا زدت تيتك شيخي إمام مالك تيتو رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم بعد أبو رحل الشافعي نحو إمام الشافعي نحو سفيريلي مرة أخرى إلى بلاد اليمن بوشيرو فوشير كركمي مو ويماني لطلب العلم رحلات إزوت إمام الشافعي نخسافرك لأجل يكمير علمه بس وما لبث خطور إمامنا الشافعي إلا قليلا إلى وقت حب حتى انتشر ذكره وعلى قدره حتى ذكر ياك قدر ياك إففيت كمو يمزموي وظهر فضله على جميع الشيوخ والعلماء فضيلة ذاك ذهري له إلى مشيخ وت مع علماء وت وزمن إزو ذهري له قدر إمامنا الشافعي رضي الله عنه وهو الذي ذهب طالبا للعلم ناي أبوت نمانة شهباء وشلو طالب العلم قدر ياك فضيلة ذاك زشور شو لمن إلو حتى قال له شيخ مسلم ابن خالد الزنجي حينما عاد من المدينة إلى مكة واختياي مريزو كشيخي إمام مالك رديرو كركموي واكي ومكة شيخي ومنزيزو تشيو مسلم ابن خالد الزنجي منبيري افتيا أبا عبد الله بستين إسا أنزا كفتوي فإنك الآن أهل للفتيا ببس كميري أهل يقدر اختما مسألة كفتا كميري وهو غلام حدث السن ناين مانا تحبا مياكاي حبا يواركو بس إمامنا الشافعي رحمه الله وشينزل أقران ذاك يعني حرمز بل وشيوخه في اليمن نما شيخي كركموي ويماني مهلاي واركو وشينزل كميري كرك مرحلة كرك علم كمي مرحلة فريدة في العلم كميرو مرحلة يأبيك يعني فاكو كنايه فجلس الشافعي في مكة إمامنا الشافعي كرينت كركموي ومكة يؤصل الأصول ينكو ألفو نختمرو مسائل ذا أصول يا حديثي ويقعد القواعد ينكو قواعد ذا فقه واتخذ له حلقة في مسجد الله الحرام كبابو أنزيزي كركمسكتي
وحرم يا مكة كعبان أبو ولو مهلا حلقة يا يشتمو دروسي منزلة وتم كمان كذا كاك وان فيني ولا فتى إليه الأنظار وان فنت بستا ما ونوتة ما تنت من كده وازدحمت حلقة الشافعي ازدحاما عجيبا حلقة يا شافعي يا كسو مشو كركمسكي وحرم المكي إيه الزين يا كبسة ازدحام يا وان فنك يا وتوهتا حتى وهدوا الإمام أحمد بن حنبل نكر كتلاميذ ذاك إن إمام أهل السنة إيرس كمو ينكو حجو إيري كركا مكة لزين تيز بغداد كركا بلاد العراق لزين إيري مكة كو حجة واختياء إنجي كركا مكة سيوج ساسج هديرو كركا حرموني إمامنا الشافعي ونو حلقة يعيشتمو دروس ذاك بس إمام أحمد بن حنبل فترك الإمام أحمد حلقة الشيخ الشافعي شيخ الشافعي نجف إلى سفيان بن عيينة حلقة ياك لسيرة وعكف في حلقة الشافعي كارين تكرك حلقة يا إمامنا الشافعي كارينه بل يبيك تسوه ولم يكتف الإمام بهذا يبيك تؤيزيخ تشكيرا مبكل وعيرش من نايك كسفري كرك رحلة إيو إنه بلو إسحاق ابن رهاوية نعين ما تيوني نقول تمام بيا يا إسحاق أريك رجلا بمكة تلاو نخون زمون فكر كان مكة عالمه كان تكاك برتكاك علم اشتريكاك مزايد اشتري أريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله ما تون تيكون موت فانوي بس إسحاق بن رهاوي هدين تكي فأراني أحمد الشافعي نجزي إمام الشافعي نجزو وأعجب الإمام أحمد بذكاء علم الشافعي بس إمام أحمد بن حنبل واختيارك يفكر كحلقة إيه إمام الشافعي نكو درسون رانيك نكو ياواتا لوكو زمجيتم بيرو علم يمجيتم بيرو إعجابا رهيبا نكو ياواتو كخصاني لأنه يسمع أصولا وقواعد لأول مرة نخص أبو كرك حلقة الشافعي أي كينتو أبو نخص أصول نقواعد من أصول إذا علم الحديث قواعد زي علم الفقه يعني علم الفقه نتين رمباري قواعد ذاك نتين رمباري نقص قواعد إزو كإمام الشافعي ناي نقصها تمرموي فإن أول من أصل الأصول دي سبب أول يموت أسسيرو فن إيه أصول نقواعد الفقه دي إمامنا الشافعي رضي الله عنه حتى هدير إمام أحمد بن حنبل قولته الخالدة الجميلة قولي إجعاني إشهر الشرو إن إبي كانوا صورة هديني لولا الشافعي ما تعلمنا فقه الحديث لولا إمام الشافعي فقه الحديث إشكس فهامسي وإسكت براتي صابون دي أساسيرو علم إيو وقال نحو هدي كان الفقه مغلقا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي علم الفقه إيو إفنغميني كأهلية حتى فنجيرو مجيت دي فنجيرو لكن كعناية يا إمامنا الشافعي رضي الله عنه بس أيها الأحبة حاليا يا إمامنا الشافعي شغل الشيرو نعلم إيه نخلو تدرسو علم ذا شرع تبحثو علوم إذي نأخذ من نبي درسيتو ككو طلب وعلم نديو أفضل كل صلاة النوافل ويخشغو يكروهو نعلم جيسا كركا درر البهية وهدو نغموي وعلم وكبرتا نديو خيري كل معنى ركا عالف زتطوه وخصلا ناوك واوين نخشغو يشروهو نمنغموي وعلم وكبرتا نديو أفضل إمامنا الشافعي ينو قوليه ندذريتك بسا كرك تعليم إلا أنه كان عابدا ربانيا زاهدا يعني جسيو نانخو ولكو عابدي ولكو رباني ولكو زاهدي دنيا ليني تب شغلشو مقبلا على شأنه لكي إلى شأن علمه نزهدي وقال أنه راويته الربيع ابن سليمان أوناين موي كرك تلاميذ زي إمامنا الشافعي بكلاية حديث كان الشافعي قد جزأ الليل
إمامنا الشافعي والقوانين زي ماسكو زي جوارستاتو فاجيزو فثلثه الأول يكتب ثلث يكان يا ماسكو شي سنفازو شاندي كتبس والثاني ثلث يبيلي عبادة بمونا موجي معاملة الله يصلي ويكون سماما تسالة شي معبود المجيء تكتب ثلث يبيلي والثلث يتراتو ndio yaish pumuziko chiraro ndio hiyo wa kana la tamuru alayhi aya lini ispitu aya inakhudhu adhabu ama hadithi inakhudhu rani kitarhib inakhudhu watu afsi illa kharra maghshiyan alayhi illa shtruka yesu heto khumila ama shikodhira tarafu ya uzuhdi ya imamuna shafi'i fakana ala shakilati ikhwanihi min ulamai al-umma waliko jisandira يا إخواني زي أما ولا ليه كرك علماء الأمة الربانيين في الزهد جساو ولكم الزاهدي والورع جساو ولكم واشتلو هراري ناية إمامنا الشافعي ولكلمنا إلو تمرس عليه كرك الزهد إيو نورع اشفان ممارسة حتى صار له سجية وطبعا حتى إمليلك ونطبئ يا كبا وكلا يونس ابن عبد الأعلى نعني كرك تلميذ ذاك هذه قال لي الشافعي إمام الشافعي نمبيره يا أبا موسى آنست بالفقر حتى صرت لا أستوحش منه هذه فنزي مؤانسنا وفقري مؤانسني يعني نوحرست لي لزايدي وفقري نديو تشين ريامش بيندو بنديو يامش لازمو بن وفقري حتى صرت بس مبيري لا استوحش مستي بس وانا بعفسي وفقري قوامين اختي وفقري حتى اش خد راس في قصني مبرت زايد با نحو بيت تلميذي ربيع ابن سليمان من بي يا ربيع عليك بالزهد دردار موصي اذا نختمرو نقوى تلاميذ زاكي من بي عليك بالزهد لازم الزهدي وزهد نيو نموت كي قراش الدنيا قلبياك كوي متعلق اخره من بي عليك بالزهد فالزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد من بير الزهد إيه كأمور نختم كيرو بمور أزاهدي الزهد إيه ككاك نصورة نشوب هم لبسا كل كمانام كي أجن كل لبسوا كما ذهبوا جساي هم دقيرو ما ذهبوا أيو نمور زاهدي كي لبسي زصفة إيه الزهد زايد ديه وناكو قال عنه أحد معاصريه مويكر كا ووالك زمان زي إنيت في لو عمرو ابن نباتة هذه والله ما رأيت رجلا قط حتى سكمسكم منمون أروع ولا أخشع ولا أفصح ولا أمز أسمح ولا أعلم ولا أكرم ولا أجمل ولا أنبل ولا أفضل من محمد ابن إدريس الشافعي نقول هذا حتى سكمسكم منمون هتلو هراري ناهوني خشوع ناهوني فصيحة ناهوني سخاوة نعالم نكريم نمسورة نأفضل كل كسافي سكمونا با حتى سكمونا قادو زدت إزي نمناقب سبوكيلا نوانف وكلو وكلو أما الشرنغالا ما يميز الشافعي إجي يعني تمييز ياكي أي نايو كترف سخاوة واكي نكريم واكي ونايو مثال كلو ننوادر كلو كترف يا إيو بوكيلا الحميدي بوكيلا هدير ينقذر سخاو إمام الشافعي هدير إلى شام إلى إمام الشافعي لذي كرك صنعة إلى كركان هزامك بعشرة آلاف دينار تكير دينار عشر ألف نقذر سخاو واكي نقذر إلى يتكير دينار عشر ألف ذهبو في منديل إوائي مكركة شبوه مالا زماني اشتو كل لوا بيسا يوالي مو أبو بس وقتي هاي إلو مويوه إيز ملك إنجل مويني فانزخي ما أبو فضرب خباءه فانزخي ما خربا موي أبو في موضع خارج مكة مويوه ني مكة إيه كنجل مكة لكن تسخو موا مكة فانزي محالا خيما كينت أبو فكان الناس يأتوه وانتون توجمل أبو فبس انتك زورا كينت أبو حتى ذهب كلهم بكا بيسا إيزو زايتو كيلو عشر ألف دينار يم تبو إنجو كركا مويوا مكا زوت أوانيزي بس إواريكو كركا أسخاوة واكي أنه يعطي على الشيء الصغير المال الوفير شتمورا تشين تنحبا
اشتملم انا مالي مين اشتملو فكان واريك ربما يقع صوته هي مثلا بنزلو دابا ياك اما راحله ياك اتشوا غرباشي تو امبوتيري اما لوتريل امبوتيري موت من خليله تو ما لما من خليله فيعطي الغلام الذي يناوله اياه تسعة او عشرة دنانير دينار يكون مزاد ابو تيمبو اما دينار كان مزاد ابو تيمبو نا يا تمانا تشابش بو دينار مهم تشو سكوموي تندشيري تشيراشو تشيراتوتشي مبيري او موتو سلوحيشيزو سبعة دنانير بيري دينار سبا ناو سو تشيرو فانيزو ايو حتى زي تسبيح يولولوي لكن مبيري دينار سبا مبيرو ايو يطينو كدليليشا وسخاوا واكي وكان كثيرا ما يقول مين يايتي هادو السقاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة إمام الشافعي عندي شهدو ككو أسخاوة نأكريمو وفنكي لعيب ذا دنيا بن آخرة بس كركماك الرابعة بعد المئتين مئتين ناني بسير كواي زازلة ماكا ومئة وخمسين هجرية وقت إكميرو ماكا ومئتين ناني ماكا وهجرية في الرابعة والخمسين من عمره نأبو مياك إمامنا الشافعي إواريك واريو مياك خمسين نانة نام الشافعي على فراش الموت إمامنا الشافعي غير كرك فراش ياك يا نخبر الدنيا بعد ما اشتد به المرض بعد مرضكم من لشديد من قليل موي كرك تلاميذ واك المزنج في الواء ليقول له نمامبلا كيف أصبحت نم سؤال شيخي إمام الشافعي نما أنبيا رشري حاريو يموي فقال إمام الشافعي نما أنبيا أصبحت من الدنيا راحلا نرشري في جري ومن أحتيك الدنيا نخفار قبستينا وللإخوان مفارقة ولا لوا نروززا نقوى فارقة بستينا ولكأس المنية شاربة كترة يا موتي ناكنا وعلى الله واردا الى مجيت نقوره بيز رب العالمين بستين من قرورته ووالله نقول يا امام الشافعي نقول هذا لا ادري اتصير روحي الى الجنه فاهنيها سيس روحي تخبيك وجناني كيف رعيشه كيس كيف تهنيا ام الى النار ام روحي تخبيك وملوني سيس فاعزيها كيس كي تعزينا امي بس ما بكى الشافعي امامنا الشافعي للزير رضي الله عنه ونظر الى السماء وناجى ربه جل وعلا فنز مناجاتي وقت ناشي شلا سكرات الموت نخوضنا موج نخوضو كإنشاد إذ سورة زايت ميرو حديل ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن العبد لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما إمام الشافعي نخفن مناجاتنا موجي نقول هذا وقت قلبية إكو كتريرو إن بلو ماني أريري مبيري بستين مفنيزي رجا تكاكا لعفوك سلما نديو نزي يا مخبت لأماني با نرجا ياكو نعفو ياكو موجا تعاظمني ذنبي 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 اللي ينخلو لكن فلما قرنته وقت ما ذنبي من فنز مقارنا شكمني شيزو بعفوك أنا أسامحه ربي موجا كان عفوك أعظم عفو ياك موجا ديو إنبال اللي ينخلو بس فما زلت فكزورة موجا ذا عفو إني موجا سهبلو وافشو هما فشو عن العبد نمترانا لم تزل فكزورة موجا تجودك وسخاوة وتعفوك وأفشك وسامحة زدت إذن منة إحسان إلى زيوكاكو وتكرما أكرموكو موجا بس ولقي الشافعي إمامنا الشافعي كن رمين ربه نموج جل وعلا بعد هذه المفاجأة بعد هذه المناجاة بعد مناجاته الرقيقة التائبة الآيبة يأين قرود رانك كرك مناجاته يأين قرود إلى الله عز وجل بس فرحم الله مجيت لمن هرسا إمامنا الشافعي رحمة واسعة مجيت نتجزيزا سبا عن المسلمين وانت نجزيزا خير ما جزى به صالحا أو مصلحا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إليه ردا جميلا اللهم خذ بنواسينا إليك اللهم ردنا إليك ردا جميلا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.